ينطلق هذا الفيلم بدبكة كردية بهيجة أمام غابة وارفة وغابة خضراء في مساء صيفي جميل. هذا المشهد يطلق منذ البداية الذهن إلى أن أحداث هذا الفيلم تدور في كردستان تركيا، وإن غالبية هذه الشخصيات هي شخصيات كردية. ينتقل المشهد إلى اليوم التالي أو إلى يوم آخر، حيث نرى السهوب، سهوب كردستان تركيا، وهي جافة تحت الشمس اللافحة، وهناك بحر من الطماطم المفروشة على الأرض لتجفف تحت شعاعات الشمس الحارة. هناك حرارة مخيفة في الجو الذي يشتغل فيه عدد كبير من العمال من الجنسين ومن جميع الأعمار، حتى لا تبدو تلك ذلك المنحدر الأحمر المكون من الطماطم الحمراء وكأنه نهر من الدم. إذا ما نظر إلى هذا المشهد من بعيد فسيبدو ذلك المشهد وكأنه حقل من الزنابق الحمراء الجميلة، لكنه في حقيقة الأمر ليس إلا دماء وعرق آلاف العاملين الذين يتم استغلالهم بشكل يومي، ومن بين هؤلاء العاملين أيوب. Bu size son ihtarım. Bir gün daha müddet veriyorum.